أصبح القمر الصناعي ركيزة أساسية في العصر الحديث، يعتمد البشر عليه في الاتصالات والبث الإذاعي والتلفزيوني واكتشاف الفضاء الخارجي ورصد الأحوال الجوية، بالإضافة إلى المجالات الأمنية والعسكرية وغيرها من التقنيات الحديثة التي تعتمد على القمر الصناعي. يعود اختراع القمر الصناعي إلى الروسي سيرغي بافلوفيتش كوروليف من مواليد 1907 بمدينة زيتومير في أوكرانيا، وهو كبير مهندسي ومصممي الصواريخ خلال سباق الفضاء بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي في الخمسينات والستينات من القرن العشرين. وبعدها أطلق الاتحاد السوفيتي القمر الصناعي سبوتنيك 1 في الرابع من تشرين الأول سنة 1957، والذي يعد أول قمر صناعي أطلقه البشر في الفضاء ضمن سلسلة أقمار صناعية أطلقها الاتحاد السوفيتي. وكان سبوتنيك 1 عبارة عن كبسولة تزن حوالي 83.6 كيلوغرامات، ووصل لأبعد نقطة في مداره عن الأرض والتي تبعد مسافة 940 كيلومتراً، وبقي في مداره حتى بداية عام 1958، إلا أنه وقع واحترق في الغلاف الجوي لكوكب الأرض.